السلام عليكم يا ثاني، كيفكم؟ الحمد لله. أبطال اليوم بإذن الله رح نبدأ درس جديد، مستعدين؟ آه. رح تقول 2 و5؟ آه. طب يلا أختبركم، يلا 2 ضرب 5 جاوبي. 10. 2 ضرب 3 14. 2 ضرب 3 6. 2 ضرب 2 2 ضرب 2 يا أيهم. لا مش تتعلم انت ما كانت. يلا 2 ضرب 2 4. احسنت. اجلسي يا أيهم واتركي المحاي. ركز معي، اعطيني المحاي، اعطيني اياها. طيب ركز معي. طيب 5 ضرب 5 25. 5 ضرب 9 هي 9 5 ضرب 9 45. 45. أحسن. طيب لو جيت حكيت لك حكينا 5 ضرب 2 هي نفس 2 ضرب 5 تمام يا أبطال؟ تمام. نراجعكم. 2 ضرب 7 يا كرم. 14. طيب لو يجيك كمان اعطيتك 5 ضرب 3 15. 3 مرات 15. احسنتم يا ثاني، ممتازين. هيك انا متاكد انكم قاعدين، ايوه نشيطين وقاعدين بتتابعوني اول باول. اتفقنا انه في عنا امتحان. الان بس ننتهي من هاي الحصه، راح اعطيكم امتحان صغير على الدفاتر انتم تكتبوا المسائل. نركز هون حتى نعرف نجاوب الامتحان. ثاني الابطال مين بده يطلع يحل لي اول مساله؟ طيب يلا يا ايهم. حكينا في البداية بالضبط عدد المجموعات ولا عدد العناصر؟ هاي مجموعة. المجموعات. عدد المجموعات، كم المجموعات عندك؟ 5. يلا حط 5. 3. أحسنت، وعدد العناصر 3. 5 ضرب 3 كم؟ 3 ضرب 5 3 مرات هاي 5 وهاي 5 وكمان 5، كم صاروا؟ 5 10 هاي 15. 15 يلا. أحسنت يلا يا شدة. كنا بالبداية شو رح نكتب؟ أقم إيديك يا أيهم. عدد العناصر ولا عدد المجموعات بالبداية يا علاء؟ اسمعي، عدد المجموعات. عدد المجموعات كم عندك؟ 3. عدد المجموعات كم مجموعة عندي؟ كم صندوق عندي؟ 2. في كل صندوق كم عندي قطة؟ بالصندوق الواحد كم عندي قطة؟ 3. طيب بالصندوقان يعني عندك صندوقان في كل منهم 3، كم الناتج؟ هذول 5، تأكد منهم. 6. إذا حكينا أيهم 5 ضرب 3 كم؟ 5. 2 ضرب 3 6. 6. طيب يا مين؟ يلا يا رعد. Thank you.
بعض مجموعة. تعال زي الرقم نعتبرهم إنهم بسلاطين. يعني المسبوكات. كم عدد المجموعات؟ أربعة. كم عدد العناصر في المجموعة الواحدة؟ ثلاثة. أربعة ضرب ثلاثة كم يا كرم؟ ركز معي. يلا ماما احسبهم. رعاية ايش بتحسب؟ احسب امامك هي موجودين. فرج على اللوح واحسب. ادي لي حبات التفاح يا رعد. ادي لا ادي لي اياهم هي موجودين امامك. اذا اربعة ضرب ثلاثة خطوة 12. 12 احسنت. 12 ممتاز. طيب ثاني الابطال موجود عندك في كتاب التمارين او عفوا كتاب الطالب صفحه 19 موجود عندك مسائل. يلا يا بطل افتح كتابك وحلها. صفحه 19 افتح كتابك وحلها.